ما أريد عمله في هذا الفيديو هو استخدام بعض النتائج من آخر فيديوهات لعمل بعض الأشياء الأنيقة البارعة. لنقل أن هذه دائرة ولدي مثلث متساوي الأضلاع محاط بالدائرة. رؤوس المثلث سوف تقع كلها على محيط الدائرة. سوف أبذل جهد لرسم مثلث متساوي الأضلاع. أعتقد أن هذا جيد بما يكفي. وعندما نقول متساوي الأضلاع فهذا يعني أن كل أضلاعه لها نفس الطول، فإذا كان هذا طوله A فإن هذا أضلع أيضا A وهذا أيضا طوله يساوي A. ولنقل أننا نعلم أن نصف قطر هذه الدائرة هو 2. أنا فقط اخترت رقم معين لحل المسألة، فلنقل أن نصف قطرها هو 2. إذن من المركز إلى أي نقطة على المحيط سوف تكون هذه المسافة 2. الآن ما أريد أن أسأل عنه هو أنه باستخدام بعض النتائج التي حصلنا عليها من الفيديوهات السابقة وقليل من أساسيات علم المثلثات. إذا كان ذلك يربكك فيمكنك أن تشاهد 2 أو 3 فيديوهات من قائمة التشغيل الخاصة بعلم المثلثات. ما أريد عمله هو حساب مساحة المنطقة الواقعة داخل الدائرة وخارج المثلث. فأنا أريد حساب مساحة هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة. إذن الطريقة الواضحة لعمل ذلك هي أنني أستطيع حساب مساحة الدائرة بسهولة. مساحة الدائرة Area of the Circle هذه سوف تساوي باي ضرب مربع نصف القطر أو باي ضرب 2 تربيع، وهو يساوي 4 ضرب باي. وأستطيع طرح مساحة المثلث من 4 باي. فنحن نحتاج لحساب مساحة المثلث. ما هي مساحة المثلث؟ Area of triangle. Area of triangle. حسنا، قبل عدد من الفيديوهات عرضت عليكم صيغة هيرون، حيث إذا كنت تعلم أطوال المثلث تستطيع إيجاد المساحة. لكننا لا نعرف طول الأضلاع الحالية. عندما نعرف نستطيع إيجاد المساحة. مع ذلك دعوني أطبق صيغة هيرون. دعوني أقول أن أطوال المثلث متساوي الأضلاع، طول الضلع هو A. بتطبيق صيغة هيرون دعوني أكتب هنا هيرونز. أولا نعرف المتغير S يساوي A زائد A زائد A على 2، وهذا يعني 3A على 2. وبالتالي مساحة هذا المثلث بدلالة A، فالمساحة سوف تساوي الجذر التربيعي لـ S، وهي 3A على 2 ضرب S ناقص A، وهي 3A على 2 ناقص A، أو نكتب فقط 2A على 2 صحيح، وهي نفسها A حيث 2 تلغى مع 2، وسوف أعمل ذلك 3 مرات. فبدلا من ضربها 3 مرات لكل ضلع من خلال صيغة هيرون، أستطيع القول للقوى 3، فماذا ستكون النتيجة؟ فهي ستكون الجذر التربيعي ل 3A على 2 وهذه هنا سوف تساوي 3A ناقص 2A يساوي A. إذن A على 2 الكل تربيع تكعيب، فهذا سوف يساوي، أنا أغير الألوان بشكل عشوائي، لدينا الجذر التربيعي لـ 3A ضرب A للقوة 3 يساوي 3A للقوة 4 على 2 ضرب 2 يساوي 4
أو هنا 2 للقوة 3 أي 8، 2 ضرب 8 يساوي 16. إذن هذا يساوي 2 للقوة 4 ويساوي 16. وإذا أخذنا الجذر التربيعي للبسط والمقام فهذا يساوي، هذا يساوي الجذر التربيعي لـ a للقوة 4 وهو a للقوة 2. سأكتب الجذر التربيعي لـ 3 على الجذر التربيعي للمقام وهو 4. فإذا علمنا a باستخدام صيغة هيرون فسوف نعرف مساحة هذا المثلث. إذن كيف سنجد قيمة a؟ ماذا نعرف أيضا عن المثلث متساوي الأضلاع؟ نعلم أن كل هذه الزوايا متساوية، وبما أن مجموعها 180 درجة فكلها سوف تكون 60 درجة. هذه 60 درجة، وهذه 60 درجة، وهذه أيضا 60 درجة. الآن لنرى إذا كنا قادرين على استخدام آخر فيديو عندما تحدثنا عن علاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. فهذه هنا زاوية محيطية، رأسها يقع على المحيط، فهي تضم هذا القوس هنا، وهي تضم هذا القوس هنا، هذا القوس هنا. الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس هي هذه هنا، الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس، الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. فاعتمادا على ما رأيناه في آخر فيديو، الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس سوف تكون ضعف الزاوية المحيطية. إذن هذه الزاوية هنا ستكون 120 درجة. سوف أضع قوس هنا 120 درجة، ضعف هذه الزاوية. الآن إذا أردت أن أقسم هذه الزاوية هنا فسوف أمر من نصف المثلث بشكل مستقيم للأسفل هكذا. ماذا ستكون هاتان الزاويتان؟ حسنا، سوف تكون 60 درجة، فهذه 60 درجة وهذه 60 درجة هنا. ونحن نعرف أنني أقسم هذا الضلع إلى قسمين، فهذا مثلث متساوي الساقين. هذا نصف القطر هنا، نصف القطر R يساوي 2، وهذا نصف قطر هنا حيث R تساوي 2. كل هذا المثلث متماثل، فإذا سرت بشكل مستقيم باتجاه الوسط فهذا الطول سوف يساوي هذا الضلع مقسوم على 2، وهذا الضلع هنا سوف يكون هذا الضلع مقسوم على 2. لأرسم ذلك هنا، إذا أخذت المثلث مثلث متساوي الساقين حيث هذا الضلع يساوي هذا الضلع، هؤلاء هم أنصاف أقطار هذا المثال، وهذه الزاوية سوف تساوي هذه الزاوية. إذا سرت بخط مستقيم باتجاه هذه الزاوية هنا سوف أقسم هذا الضلع المقابل إلى قسمين، فهذان الطولان متساويان، وفي هذه الحالة كل هذا الشيء هو A، وكل من هذان سوف يكون A على 2. الآن لنرى إذا كنا نستطيع استخدام ذلك مع القليل من علم المثلثات لإيجاد العلاقة بين A و R، لأنه إذا استطعنا إيجاد A باستخدام R عندها نستطيع أن نعوض قيمة A هنا ونحصل على مساحة المثلث، ونستطيع طرح ذلك من مساحة الدائرة، وعندها ننتهي ونحل المسألة. لنرى إن كان باستطاعتنا عمل ذلك. إذا لدينا زاوية هنا قياسها 60 درجة، نصف هذه الزاوية المحيطية. إذا كانت هذه الزاوية 60 درجة فلدينا A على 2، هذا مقابل هذه الزاوية. إذا لدينا مقابل opposite ويساوي A على 2، ولدينا أيضا الوتر صحيح، وهذا مثلث قائم الزاوية هنا. أنت تسير بشكل مستقيم للأسفل وتقسم الضلع المقابل،
فهذا مثلث قائم الزاوية، فسوف نقوم باستخدام القليل من علم المثلثات. الضلع المقابل يساوي A على 2، والوتر يساوي R. هذا هو الوتر هنا لهذا المثلث وهو يساوي 2. إذن ما هي نسبة الضلع المقابل للزاوية إلى الوتر؟ إنها ربما البعض منكم أصابه التعب مني لأنني أكرر ذلك. سأكتب بعض الكلمات هنا الغريبة لا تهتموا لأمرها، ولكنها ستفيدني في الحل. إذن جيب الزاوية الساين يساوي الضلع المقابل على الوتر. دعوني أنتقل للأسفل قليلا فلم يبقى لي مساحة. إذن جيب هذه الزاوية هنا، جيب 60 درجة، ساين 60 سوف يساوي الضلع المقابل وهو A على 2 مقسوم على الوتر، وهو نصف القطر 2، وهو يساوي A على 2 مقسومة على 2 وتساوي A على 4. وما هو جيب 60 درجة؟ إذا كانت كلمة جيب ساين غريبة عليك، شاهد أول مجموعة من الفيديوهات على قائمة التشغيل الخاصة بعلم المثلثات، وستكون جيب 60 درجة. ربما تتذكر من مثلث 30 60 90، سوف أرسم واحد هنا، هذا مثلث 30 60 90. إذا كانت هذه 60 درجة فهذه 30 درجة وهذه 90 درجة. ربما تتذكر أن هذا طوله ممكن أن يكون 1، وهذا سيكون طوله نصف، وهذه سيكون الجذر التربيعي لـ3 على 2. إذن جيب 60 درجة هو المقابل على الوتر، الجذر التربيعي لـ3 على 2 على 1. جيب 60 درجة، إذن لا يوجد لديك آلة حاسبة تستطيع أن تستخدمها، الجذر التربيعي لـ3 على 2، فهذه هنا هي الجذر التربيعي لـ3 على 2. الآن نستطيع إيجاد A. الجذر التربيعي لـ3 على 2 يساوي A على 4، لنضرب الطرفين في 4. هذه الـ4 تلغى ونضرب في 4 هنا، هذه تصبح 2 وهذه تصبح 1. نحصل على A تساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3. لقد أوجدنا طول كل من هذه الأضلاع، استخدمنا صيغة هيرون لحساب مساحة المثلث بدلالة هذه الأطوال. نحن فقط عوضنا قيمة A فيها لنحصل على المساحة الفعلية. إذن مساحة المثلث تساوي A تربيع. ما هي A تربيع؟ إنها 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3 تربيع، كلها تربيع، ضرب الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 4. وهذا سوف يساوي 4 ضرب 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وهذا سوف يساوي إذن 4 تقسم على 4، هذه تلغى. إذن مساحة المثلث هي 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3. إذن المساحة هنا هي 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3. هذه مساحة كل هذا المثلث. الآن لنعد إلى السؤال الأصلي، وهو عن هذه المساحة البرتقالية خارج المثلث وداخل الدائرة. حسناً، مساحة الدائرة هي 4 باي، ونطرح منها مساحة المثلث وهي 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3. ولقد انتهينا، هذه هي الإجابة، هي مساحة هذه المنطقة البرتقالية هنا. آمل أنكم استمتعتم.